أهلا بكم. توالت المطالبات الدولية لمصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل قمة المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ أوائل نوفمبر المقبل. وفي السياق، دعا أكبر ائتلاف عالمي لمنظمات الدفاع عن البيئة السلطات المصرية إلى رفع القيود عن الحريات العامة ووقف التضييق على المعارضة السلمية. وبدورها عبرت جيليان كيغان وزيرة المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا لوزير الخارجية المصري سامح شكري، عبرت عن مخاوفها الشديدة بشأن استمرار احتجاز الناشط السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح. من جانبه، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بتجديد دعوته إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا في مصر. يأتي هذا بينما تتواصل استعدادات الحكومة المصرية لاستضافة الدورة 27 لقمة المناخ في شرم الشيخ من 6 إلى 18 من نوفمبر المقبل. نأمل أن يكون المرجو من قمة كوب 27 هو الأمل في التنفيذ، فقد توصلت القمة السابقة لوضع اللمسات الأخيرة على القضايا التي كانت معلقة في اتفاقية باريس للمناخ. تم الانتهاء من خارطة الطريق، لكن الالتزامات والتعهدات يجب تنفيذها الآن في جميع قطاعات تغير المناخ على جدول الأعمال. وللتعليق تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سيادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. سيادة السفيرة، أحييك على شاشة الجزيرة مباشر. بوصفك رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، كيف تنظرين للمطالبات الأوروبية التي تبناها البرلمان الأوروبي خلال الأيام القليلة الماضية بدعوة السلطات المصرية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وعلى رأسهم علاء عبد الفتاح؟ مساء الخير. طبعا أنا بنظر للاهتمام الأوروبي بحالة حقوق الإنسان في مصر على أنه بيترجم الدور المهم اللي بتلعبه مصر على الدور على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. اللي أنا عايز أقوله أن في حركة ونشاط غير عادي في مصر لإعلاء حقوق الإنسان، بدأ بإطلاق الاستراتيجية الوطنية منذ عام، وتابعته عدد من المبادرات، من أهمها مبادرة الرئيس لإحياء لجنة العفو الرئاسي. واللجنة فعلا عكفت وبتعمل بجدية، ولحد النهاردة تقريبا 1040 شخص تم الإفراج عنهم بعد دراسة وضعهم القانوني ومدى انطباق الشروط عليهم. فأنا شايفة أن في حركة للتعامل مع الجميع سواسية بتطبيق القانون، من تنطبق عليه الشروط بيتم الإفراج عنه. والنهاردة في ظل دعوة الرئيس للحوار، احنا بنتوقع ان الحوار يشمل قضايا زي بدائل الحبس الاحتياطي. هناك اقتراحات جادة
بتدرس حاليا لتطبيق بدائل للحبس الاحتياطي. زي ايه مثلا كده سيادة سفيرة؟ ايه اللي ممكن يكون بديل للحبس الاحتياطي؟ في تجارب طبقتها دول عديدة زي الاسورة اللي بتتلبس، بعض التعهدات اللي بيقطعها الانسان اللي مطلوب منه انه اللي كان مفروض يتحبس يعني انه هو يوفي بيها. واحنا يعني في تشاور دائم مع اصدقائنا من الدول الاخرى بشان هذه البدائل. فاللي انا عايزه اقوله انه في اهتمام جدي، وعايزه اقول ان المطالبات لبعض المحتجزين هي مطالبات مشروعه، ولكن ان ما فيش شكاوى من سوء المعامله. موضوع الاسوره ده انا للحقيقه على مستوى شخصي اول مره اسمعه مع سياده سفيره، يبدو موضوع مهم. يعني الاسوره ان هو يتركب زي كده في الولايات المتحده، يتركب اسوره مثلا في قدم، في رجل اللي هو في ايده. لا اعتقد في ايده، ويتم تتبعه، بيبقى مونيتورد يعني حضرتك بتقدر تعرف تحركاته بحيث ان هو ما يقدرش يغادر البلاد. انتوا بتفكروا في ده مع سيادة سفيرة الايام اللي جايه؟ هناك دراسات وهناك اجتماعات لدراسه هذه البدائل. يعني زي ما بقول لحضرتك في اهتمام وفي حركه لمزيد من التقدم في مجال حقوق الانسان. وزيره المملكه المتحده لشؤون افريقيا كانت عبرت عن مخاوفها بشان استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح وهو بيحمل الجنسيه البريطانيه الآن. هل من الممكن تتجاوب الحكومة المصرية وتقوم بالإفراج قبل قمة المناخ عن علاء، ولا ده مش مطروح سيادة سفيرة؟ حضرتك أنا على تواصل دائم بأسرة علاء عبد الفتاح، وعلاء عبد الفتاح بيقضي عقوبة، يعني صدر حكم وهو بينفذ الحكم، وبالتالي كي يفرج عنه يجب أن يستوفي الشروط. إحنا المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم طلب للجنة العفو الرئاسي كي يشملوا العفو، وهم يدرسوا هذا الموضوع. ده كلام جديد، كلام جديد سيادة سفيرة. أنتوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان نعم قدمتوا مقترح بالإفراج عنه؟ أيوة، إحنا قدمنا طلب باسمه من فترة طويلة، يمكن من 6 أشهر إذا ما كنتش غلطان. جميل. وتم الرد عليكم يا سيادة سفيرة يعني ولا لسه؟ هو وغيره. هل ردوا عليكم يعني في أي وعود؟ لا، هم لسه بيدرسوا. ما إحنا بنعرف يعني ال 1040 اللي تم الإفراج عنهم جانب كبير جدا منهم أسامي تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان. حضرتك بتتواصلي مع أسرة علاء عبد الفتاح يا فندم؟ بتتواصلي معاه؟ أنا على تواصل دائم مع أسرة علاء عبد الفتاح. وعايزة أقول لحضرتك إنه الطلبات اللي بيطلبها علاء، طبعا كل محبوس عاوز يفرج عنه، ده يعني طبيعة الإنسان. إنما أنا عايزة أقول لحضرتك إن الطلبات اللي بيطلبها علاء عبد الفتاح النهاردة اللي هو بيتقدم بيها، إنه مثلا يبقى عنده في الزنزانة بتاعته راديو، إنه يشترك في الصحف اللي بتصدر، إنه يتلقى أسرته بتجيبه له من مجلات ثقافية وخلافه، بيزود فترة التريض. يعني أنا بدي حضرتك فكرة عن الطلبات. طب ودي الطلبات دي ليه ما بتنفذش يا سيادة السفيرة؟ تبدو طلبات يعني منطقية. لا إزاي ما بتنفذش؟ لا ازاي بتدرس، وفي طلبات كتير تم الاستجابه اليها. ابسط حاجه ان هو طلب يتنقل، لما قرر ان هو يضرب عن الطعام قرر ان هو محتاج رعايه صحيه، فاحنا نقلناه لمركز وادي النطرون اللي فيه مركز طبي على اعلى مستوى. هو في المركز ده يا سياده السفيره حضرتك ادرى مني، وانا شاكر ليكي سعه صدرك. المركز ده تحديدا والسجن ده تحديدا في شكوى مش من علاء بس، للحقيقه من معظم المسجونين فيه، النور ما بيطفيش ليل ونهار، في كاميرا مثبته على السجين داخل الزنزانه ليل ونهار والنور ما بيطفيش ومروحه شغاله ليل ونهار، فده امر غير يبدو غير ادمي ولا يعني لا يتفق مع حقوق الانسان. احنا وصلتنا هذه الشكوى وتم نقلها، واحنا منتظرين يتم الاستجابه اليها. الاول كان في شكوى من قله النور، النهارده
في شكوى ان النور كتير، وفي شكوى بالذات من علاء عبد الفتاح انه مش عارف يتحكم في سرعه المروحه تحديدا، يعني طب انه مش قادر يتحكم في سرعه المروحه. قريب ممكن يتحكم في سرعه المروحه او يقدر يطفي النور او الكاميرا تتشال شويه عشان يعرف يغير هدومه وينام، ده قريب ممكن يتحقق سيد سفير؟ طبعا احنا بننقل، انا عايز اقول لحضرتك الطلبات اللي بتجيلنا بتتنقل فورا والقنوات مفتوحة بينا مباشرة مع الأجهزة المعنية، والأجهزة متعاونة معاكم، والأسرة بتكلمني في أي وقت وبتجيلي تزورني في أي وقت. الدكتور أهداف سويف خالد علاء جات لي في بيتي وجات لي في مكتبي، وكل الطلبات اللي طلبت مننا نقلناها، جزء منها تم الاستجابة إليه، إنما يبقى الإفراج عنه. سيادة سفيرة، البعض بيشتكي إن الوتيرة مع كل الأرقام اللي حضرتك اتكلمتي عنها اللي خرجوا، لكن الوتيرة بطيئة وتنفيذ ما يطالب به والحد الأدنى ما يطالب به كثير من المساجين خصوصا السياسيين بطيئة للغاية، فهل وارد تسرع هذه الوتيرة، وتيرة الإفراجات أو تنفيذ بعض المطالب المنطقية يعني؟ والله احنا دايما بنقول الكلام اللي حضرتك بتقوله، بنطالب بالاسراع، يعني لجنه العفو الرئاسي بنقول لهم احنا عايزين تستعجلوا شويه، بس هما بيدرسوا الملفات، لازم يدرسوا الملفات، هي العمليه مش اهوائي يعني، عنده طلبات وبيدرس مختلف الجوانب، وبعدين احنا على تواصل دائم معاهم. جميل. يعني ما عندناش اي مشكله ان احنا ننقل اي طلب يجي لنا. قمة الملاك خلاص اقتربت سيادة سفيرة، فيه ممكن يكون في أمل يخرج علاء وكثير من هذه الأسماء الواردة. عايز أقول لحضرتك علاء زيه زي غيره. أنا يعني الآخرين بيزعلوا لما يلاقوا تركيز على أسماء، لأن المفروض الجميع يعاملوا على قدم المساواة. صحيح. وزي ما بقول لحضرتك علاء طلع حكم، هو بيقضي حكم. طبعاً عشان تعفيه من الحكم لازم يصدر له عفو رئاسي. مش يعني الموضوع ده مش بيمشي، يعني ليه اجراءاته لازم يتم السير فيها. احنا نتمنى انه ما يبقاش فيه ولا واحد محروم من حريته، احنا كمجلس قومي لحقوق الانسان، انما ايضا يجب ان يتم تنفيذ القانون، يعني ما يكونش الافراجات نتيجة ضغوط أو لأنه واحد ليه شعبية أكتر من حد تاني أو أهله قادرين يعملوا حملة دعائية أفضل من غيره. لا، إحنا عايزين الكل يعاملوا بما يقضي به القانون. إيه؟ طب سيادة سفيرة، الجزيرة لها 3 صحفيين في معتقلين، في أي بادرة للإفراج عنهم قريبا؟ يعني بنديهم نفس الاهتمام اللي انا ذكرته، وانا يعني هتابع. هتابع يا فندم. وان شاء الله هتابع، وان شاء الله ان شاء الله يبقى في اخبار كويسه. بس انا عايزه اقول انه مش عشان قمه المناخ ناس تطلع، ده معناها انه يعني العمليه ملهاش مش ماشيه وفق القانون. نعم. احنا عشان المناخ العام في مصر عشان المناخ العام في مصر يكون جيد على المستوى السياسي والمستوى الحقوقي، الناس تخرج، مش علشان قمه المناخ يعني. بالظبط، مش عشان قمه المناخ. نعم. انا بشكر حضرتك. انا بقول لحضرتك ان احنا بنتحرك الى الامام. نعم. في امور كثيره بتتحرك الى الامام. نعم. لكن مش هنشوف كل النتائج مره واحده. صحيح، لكن هناك تقدم. نعم. وأنا شخصيا أنا ما بزعلش من المطالبات، وما بقولش دول مستقصدين ولا ازدواجية المعايير، لأن أنا عارفة أن مصر مهمة، وهم عارفين أنه اللي بيحصل في مصر بتستفيد منه المنطقة كلها. سيادة سفيرة حضرتك، أنا متأكد أن بيسمع ليكي حتى في دوائر صنع القرار في مصر، برضو بتكلمي السادة المسؤولين أن مصر بلد كبير ومهم، ويجب ان احنا نبيض صفحه مصر فيما يخص السجون والمعتقلات، وخصوصا يعني المسجونين في قضايا سياسيه او قضايا راي. يعني بتتكلمي مع المسؤولين في الموضوع ده يا سياده السفيره؟ طبعا بنتكلم، وهناك انفتاح، وزي ما بقول لحضرتك في ناس بيخرجوا، بس احنا بيبقى نفسنا دايما مهما كان عايزين اكتر، وان شاء الله ما يبقاش في حد
يعني أهله بيطالبوا بالإفراج عنه، الكل يبقوا أحرار إن شاء الله. إن شاء الله، بس أنا بقول لحضرتك الأمور ماشية على قدم وساق. جميل، أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا سيادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. وينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول السيد جمال سلطان الكاتب الصحفي. لعلك استمعت إلى مداخلة السفيرة مشيرة خطاب، إيه رأيك؟ الأمور ماشية بشكل جيد، مصر لا يجب أن هو يتم الضغط عليها بسبب قمة المناخ، في ناس واخدين أحكام، يجب أن يكون هناك عفو رئاسي، ولا يجب أن يتم تسليط الضوء على شخص واحد سواء علاء أو غير علاء. إيه رأيك في مجمل ما ذكرته السفيرة مشيرة خطاب؟ هو طبعا سيادة السفيرة بتتكلم بشكل لطيف يعني محاولة الهروب من الإجابة الحقيقية والمباشرة على الأسئلة يعني. والحقيقة الكلام أغلب ما تفضلت به كلام غير صحيح وغير دقيق بالمرة. مسألة أن مصر الإفراج عن معتقلين أو مساجين لا يتم بضغط خارجي، لا كلام مش صحيح يعني. في شخصيات معروفة بالأسماء وخرجت بأوامر أمريكية من باب السجن لباب الطيارة مباشرة، وفي ناس خرجت غير بضغوط دول أخرى غير الولايات المتحدة. فلكن اللي أنا مندهش له جدا إنه سيادة السفيرة اللي هي بترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ده إحدى مؤسسات الدولة المصرية، إحدى المؤسسات القانونية، يعني جزء من الدولة المصرية، بتقول إنه بتجينا شكاوى بنحولها للجنة العفو. لجنة العفو دي لجنة أهلية، يعني لا هي لجنة دستورية ولا قانونية ولا ليها أي صفة قانونية، يعني أنت متخيل كأنها جمعية أهلية، يعني أنت متخيل مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة عايزة تفرج أو عايزة تتوسط عند الدولة تروح لجمعية أهلية تتوسط لها، يعني أي منطق هذا؟ لكن مسألة إنه علاء أو إنه التركيز على علاء من حق علاء أو غيره، علاء مثلا أسرته لها حضور إعلامي، لها حضور دولي، بتستثمر هذا الحضور لتخفيف الضغط عن ابنها، ده حقهم، وده ليس هذا في تمييز عن هو أو غيره، لا، لكن كل واحد بيستخدم أدوات الضغط المناسبة له للحماية. فمسألة إنك أنت مقدم طلب للجنة العفو بقالك 6 شهور واللجنة بتدرسه، بتدرس إيه في 6 شهور أصلا؟ يعني انت وبعدين انت عندك عدد الاف، عندك انت بتتكلمني في 1040 واحد تم الافراج عنهم في خلال كم شهر، في خلال كم اسبوع تم التعويض عنهم باكثر من 3000 معتقل الان لتامين المرحله عشان القلق اللي جاي. فانت يعني انت في داخل في دوامه، داخل في 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 دائره مغلقه، ودائره يحكمها الخوف، يحكمها الخوف من السلطه والخوف من الناس نفسها. انت ليه متشائم يا استاذ جمال؟ ليه مش متفائل سفيره كده؟ شايف ان الامور ممكن تمشي للاحسن يعني؟ لا، انا اتمنى طبعا، انا اتمنى الافراج عن الناس والناس، واتمنى البلدي انه هو تكون في وضع في انفراج، في امان، في استقرار، في اطمئنان، في حياه طبيعيه. يعني مستويات العنف التي نراها والتي يشهدها العالم، احنا مش بنتكلم عن نفسنا، شوف العالم النهارده وزيرة البيئة البلجيكية اعتذرت عن حضور المؤتمر المناخ، قالت ما اقدرش احضر في بلد زي كده وهي بتستبيح البشر بهذا الشكل، يعني ما اقدرش اشارك في مؤتمر زي كده. يعني انت يا استاذ احمد، مؤتمر المناخ ده اساسا عقد، والمليارات اللي هو بيحلم بيها النظام ان هو ياخد منها حته من الكعكه، المؤتمر ده أساسا تأسس من أجل حماية الإنسان، من أجل الإنسان، من أجل جعل حياة الإنسان أفضل، من أجل تأمين حياة الإنسان من أن يعترضها أشياء تهدد حياته. فإزاي أنت عايز تقنعني أنك أنت في البلد هنا اللي أنت بتردم فيها أكثر من 60-70 ألف إنسان في السجون والمعتقلات، أنك أنت بتحافظ على الإنسان، بتحافظ على البيئة اللي تحمي إنسان؟ لا شكرا، ما هي المسألة بالعقل بالمنطق يعني. لا. فأنا أعتقد أنه هذه ورطة كبيرة جدا، يعني موضوع مؤتمر المناخ بغض النظر عن الدعوات للتظاهر في الداخل والمحلية، لكن أنا أعتقد أنه سيحيي الضغوط الدولية أو الدعوات الدولية التي تطالب بإنهاء هذا الملف. شكرا. إنهاء هذا العنف. لا. إنهاء هذه الاستباحة للإنسان في مصر. أستاذ جمال سلطان الكاتب الصحفي كنت معي عبر الإنترنت من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. مساء مستمرة بعد الفاصل. قبل يوم من انطلاق المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أمانة الحوار الوطني ترسل 8 أسئلة لرئيس الوزراء المصري بشأن الوضع الاقتصادي، والسؤال متى تخرج
عن الحوار قرارات لتحسين حياة المصريين. ابقوا معنا.